السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى أحسن ما يرام. واحد السؤال كتطرحوا بزاف ديال الأمهات هو علاش الطفل ديالي ولا كيفضل الأب ديالو أكثر مني؟ الجواب هو أن طفلك لا يكرهك لأنه يفضل الأب، ولكن هذا لا يعني أنه يكرهك، فكوني مطمئنة. ولكن اللي غادي نشرح لك في هذه المرحلة اللي كيمر منها الطفل ديالك، هو غادي تلاحظي بان غادي يكون في العمر ديالو تقريبا ما بين 20 شهر حتى لخمس سنين او ست سنين كتقدر تجي هذه الحاله، لانه كيولي مستقل عاطفيا. العاطفه ديالو كتكبر، كيف ما كيكبر في بزاف ديال الحاجات كيكبر السنان، كيولي كيتمشى، كيولي يعني كينطق بعض الكلمات، وهنا حتى العاطفه ديالو كتولي كتكبر، وكيولي عنده واحد الاستقلال، وكيولي هذاك الطفل ديالك قادر ياخذ القرار انه يربط علاقه اخرى، وبالاخص كتكون مع الاب ديالو. دونك هنايا فلا حرج عليك بان تقولي الطفل ديالك ما بقاش كيبغيك، الطفل باقي تيبغيك، ولكن يعني تحرر وبغى يربط علاقه مع الاب ديالو. هنا ما تحسيش بالقلق، ما تحسيش بانك ام غير مثاليه، ما تحسيش بانك ام فاشله، هذا حقه انه بغى ينمي العلاقه ديال مع الاب ديالو. هذه المرحله داخله في النمو الطبيعي ديال الطفل، ولكن كتقدر تكون حالات اخرين اللي كتدفعوا انه يفضل الاب ديالو. اما الام كتكون غايبه لاسباب مثلا ديال الشغل ديالها، او لا تكون مريضه، او لا كتكون مقابله واحد من الاطفال ديالها اللي كان مريض، كتكون مشغوله باختصار على هذاك الطفل اللي ولا منمي ديك العلاقه ديالو مع الاب ديالو. فلا حرج، هذه يعني مرحله وغادي تدوز. ولكن الا كانت مأثره عليك بشكل كبير، حاولي يعني تناقشي الموضوع مع الزوج ديالك وتشرحي له بان الوضعيه مقلقك شي شويه، وانه خصو يساعدك باش هذاك الطفل يرجع لعندك. ولكن الطفل في هذه الحاله ما تقولوا له حتى شي حاجه، لانه بالنسبه له كل شيء طبيعي، ما دير شي حاجه اللي غادي نقدروا نمنعوه عليها، لان داخله في النمو ديالو ما نقدروش نكسروا هذاك النمو ديالو. بطبيعه الحال كاين قوانين في سلوك اخر، ولكن في النمو الطبيعي ما نقدروش يعني نمنعوه انه يكبر وانه ينمي هذيك العلاقه، هي تهضروا مع الطرف الاخر. وزياده على هذا، فاش كيكون هو مفضل الاب ديالو، ما تنساوش بان الاب ديالو راه غادي يتعب، لان باش يبقى بوحديتو يعني مهتم بهذاك الطفل، هذا شيء يتعب. يعني خاص تكون التواصل بين الام والاب، والتفاهم بين الام والاب، ويحاولوا يوضعوا واحد القوانين في الدار، بان مثلا اليوم الاب اللي غادي يتكلف به بطبيعه الحال على حساب ظروف الشغل ديالكم وداكشي، والغد مثلا الام ديالو، او لا غادي تقاسموا يعني الادوار. مثلا الا كانت الام كتقوم انها توكلو وما كيبغيش هو ياكل، كتبغي مثلا تبدل له الحوايج ديالو ولا الحفاظات ديالو هو ما تيبغيش، في حين ان الاب تيخرجو للطبيعه تيلعب معاه تيدير معاه الحوايج اللي تيبغي، هنا الطفل بطبيعه الحال غادي يتبع الاب ديالو. وكاين واحد الحاله اخرى، هو ان الطفل بعض المرات كيتبع الطرف اللي تيكون شي شويه حساس، بمعنى ان الطفل كيتبع الطرف اللي دائما كيلبي له الطلبات ديالو، يعني بشكل مداوم، انه فوق ما تيطلب له شي حاجه ما عمر ما تيقول له كلمه لا. يعني هنا الطفل ما عمره ما غيرجع للطرف الاخر. هنا باش قلت لكم خاصكم تحطوا واحد القوانين في الدار، انكم خاصكم تكونوا متفقين على واحد الحاجه فاش تقولوا للطفل لا، او لا فاش توافقوا له على ديك الحاجه، بجوجكم غادي تقولوا نعم، ماشي واحد غادي يقول لا والاخر غادي يقول الطفل نعم. هنا الطفل غادي يستغل الفرصه وغادي يبقى دائما تابع الطرف اللي هو حساس امام الوضعيه ديال الطفل، فاش كيكون تيطلب لكم وكتلبيو له الطلبات ديالو والرغبات ديالو. يعني هنا فين خاص يعني نوضعوا واحد القوانين. الطفل بعض المرات كيلتجئ للطرف اللي عنده معاه واحد الرابط مشترك، يعني واحد الحاجه كيبغيوها بجوج. هنا الطفل كيستغل هذيك الفرصه، يعني ما فيها باس نراجعوا نفوسنا ونحاولوا نغيروا شي حويجات باش يبقى هذاك الحب متقاسم، ولكن كيف ما قلت لكم بدون عنف وبدون سيطره، باش ما نهرسوش في الطفل هذاك النمو الطبيعي، لان شي حاجه اللي طبيعيه ما يمكنناش نهرسوها في الطفل، ولكن نقدروا نبدلوا الادوار، نقدروا نتقاسموها، نقدروا هذيك الروتين ديال اللي كنديروا مع الطفل اليوم مثلا يديروا الاب والغد يديروا الام او العكس. يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش ان الطفل ما نهرسولوش هذاك النمو الطبيعي، وفي نفس الوقت يرجع للطرفين بجوج. خاص تكون مع الطفل دائما باش يرجع لك حنون وعاطف معاه، ولكن منين تنقول انا عاطف وحنون
ويعني ومتقرب له، هذا ما كيعنيش انك ما توضعش قوانين داخل المنزل في التربيه، لان التربيه كتجي اولا وقبل كل شيء. ثم اللي غادي تركزوا عليه هو انكم ما تهرسولوش النمو الطبيعي وما تحرقولوش المراحل ديالو، لان هذه مساله مهمه. الام بطبيعه الحال غادي تحس بشي شويه الالام، ان الطفل ما كيجيلهاش بزاف هذا، ولكن حاولي تقلبي مثلا شنو هما الانشطه اللي مفضله اللي كيفضل هذاك الطفل ديالك، حاولي تعاودي تخرجيها من جديد وتحطيها بلا ما يعني بلا ما تفرضيها عليه. مثلا حطيها في واحد الجانب وجلسي حدا ديك الانشطه وبقاي تلعبي وشوفي الطفل ديالك واش غادي يجي ولا لا. ولكن هاد المساله حاولي تكرريها، ماشي غير في مره ماشي جوج، حاولي تكرريها. بدلي الطرق، بدلي الانشطه، الا كانت عنده يعني شي انشطه اخرى اللي كيفضلها حاولي تعاودي تحطيها، وغادي يجي بشويه بشويه، ولكن بدون قلق، لان اللي غادي تقلقك هي الا بقيتي مرسخه في الفكره ديالك بان الطفل تيكرهك. هادشي غادي يعصبك وما غاديش يساعد الطفل ديالك لا في النمو ولا في انه يرجع لك. سيري وحده وحده ودائما خطوه خطوه. حاولي ما تلوميش الطرف الاخر، ان تقولي مثلا للزوج ديالك بان الغلط ديالو هو اللي خلى الطفل انه يفضلو، يعني هذا الطفل راه هاد المبادره جات من عند الطفل بشكل طبيعي. يعني ما تلوميش اللوم على الاب بانه هو السبب في هاد خلق العلاقه معه، لان ما تنسيش بان باش الاب يكون مهتم دائما بالطفل وان الطفل يكون دائما ملتجئ للاب ديالو، هذه راها واحد المهمه متعبه بالنسبه للاب كذلك. انت تعباتك الوضعيه لان الطفل ديالك ما بقاش كيجي لعندك، ولكن ما تنسيش الا كان دائما كيلتجئ للاب ديالو راه حتى هي مهمه متعبه عند الاب، لان باش يكون دائما غير مع الاب ديالو راه شيء متعب. وكاينه واحد الحاله كتكون في النمو ديال الطفل كتقدر تجي واحد المرحله انه كيبقى لاصق غير في شخص واحد، يعني كتكون داس واحد الحاله وجات هذه الحاله ديال كيبقى غير لاصق واحد، يعني واخا مع شنو ديري معاه ما يرجعش، يعني غير خلي مرحله وفايته، لان داخله في النمو الطبيعي ديال الطفل. هنايا فلا حرج، خليو الطفل يكبر بطريقه يعني سليمه وطبيعيه. نتوما رافقهم غير بالكلمات بالمعامله، وحاولوا دائما تقولوا للطفل حنا كنحاولوا نفهموك، لان بعض المرات كيكون عاد كيخرج كلمات جداد باقي ما فهمناهمش، ولكن على الاقل وضحي له بانك مهتمه بداك الشيء اللي تيقول وبغيتي تفهمي وحاولتي تفهمي، ودائما بكلمات. حاولي تداعبي الطفل ديالك، حاولي تجري عليه، حاولي تلعبي معاه، حاولي تضحكيه. كاينين بزاف ديال المسائل اللي يقدر يرجع لك، ولكن بطريقه يعني تلقائيه وتتكون بديره من عنده، انك انت درتي يعني واحد الواجب ولكن تتكون جايه من عنده بدون انك ما تضغطي عليه، لان هذاك الشيء ما غاديش يساعده وما غاديش يرجع لك، وبطبيعه الحال ما غاديش يساعدك حتى انت، وغادي تبقاي دائما في المخيله ديالك غادي تقولي بان الطفل ديالي تيكرهني. من واحد الناحيه اخرى عاوتاني كاينين الامهات اللي ما تيعطيوش البلاصه للاب ديال الطفل في المنزل، ان دائما هي اللي كتبغي دير كل شيء، دائما كتبغي هي دير كل شيء للطفل، هي اللي خصها توكلو، هي اللي خصها تبدلو، هي اللي خصها يعني تدير له الحمام ديالو، هي خصها دير كل شيء. الاب ما تتبقاش بلاصتو في الدار، يعني لا في التربيه ولا في المساعده ولا في اي حاجه. وبالاخص هنايا تنقول الامهات بالاخص اللي تيكونوا عندهم عمل ديالهم خارج المنزل، حاولوا تقاسموا الادوار، ماشي عيب ماشي حرام انكم تقاسموا الادوار، بما انكم كتعاونوا في العمل ديالكم وكتعاونوا في بلايص اخرى تعاونوا حتى في المنازل ديالكم، ومن اجل هذاك الطفل ديالكم ومن اجل السلامه ديال الطفل ديالكم. وخاص دائما عمر ما تقولوا دائما نعم لكل الطلبات، وما تلبيوش كل الرغبات ديال الطفل اللي تتكون خارجه على النطاق، وهذا باش نقول لكم وضعوا واحد القوانين داخل البيت وتيكون الاب والام متفقين عليها، والاب يحترم الام. هو الاحترام خصو يكون قدام الطفل ولا من مور الطفل، ولكن حتى الا كانت شي حاجه مثلا ماشي هي ديك يحاول يشرحها للام ويتواصلوا بيناتهم على شي طرق مختلفه في الغياب ديال الطفل، لان الطفل هو راه كيسجل كل شيء وكيولي كيستغل هذيك الظرف، وكيف ما قلت لكم تيولي كيتبع الشخص الحساس فيكم. كنتمنى هذه الحلقه تكون جابت الافاده وتكون طمأنات بعض الامهات اللي عندهم تساؤلات وتلقاو اجوبه سلبيه. خصكم تكونوا متفائلات وحيدوا ديك الفكره ديال الطفل ديالي كيكرهني. فاش يكون عندك تساؤل على الطفل ديالك دائما تفكري جوج الحاجات، ومن دوك جوج الحاجات غادي تلقاي الاجوبه.
هو ان الطفل ديالك تيكبر، يعني كيكون تغير، والطفل ديالك ذكي لانه قادر على شي حوايج انتيا كيفاجئوك او بعض المرات كيصدموك. يعني حاولي غير تفائلي وشوفي المسائل يعني بشكل ايجابي، وعطيو البلاصه للطرف الاخر، والحاجه اللي مثلا ضايقاتك حاولوا تناقشوها بجوج وتوصلوا لواحد الاتفاقيه تكونوا متفقين عليها بجوج. ودائما تنقول لكم سيروا وحده وحده، ودائما خطوه خطوه. تنقول لكم السلام عليكم في حلقه قادمه ان شاء الله. ما فيها باس ديروا اعمال يدويه مشتركه عائليه. ما تنساوش تبارطاجوا وما تنساوش تفعلوا القناه.